اهلا بكم اعزائي اولياء الامور على موقع نذاكر في درس جديد بعنوان ثوره 1919. هنتكلم النهارده في الدرس ده مع اولادنا عن ايه العوامل اللي ساعدت على قيام الثوره، ايه هي اسباب الثوره، ايه نتائج الثوره، الثوره دي قامت فين واتجددت ازاي. هنتكلم عن التبعيات اللي حصلت بعد الثوره. عاوز اوضح لابني ان اي ثوره ممكن تقوم في اي مجتمع لازم يكون لها اسباب او عوامل. العوامل الخاصه بثوره 19 هي الاجراءات التعسفيه الظالمه اللي فرضها الاحتلال البريطاني على مصر، وبداوا المصريين يبقى عندهم وعي قومي، بجانب اعلان الرئيس الامريكي ويلسون حق الشعوب في تقرير مصيرها. وعشان كده تالف او تشكل او تكون الوفد المصري. وتكون ليه الوفد ده او ايه سبب تكوين الوفد؟ حيث رفض المعتمد البريطاني سفر الوفد. المعتمد البريطاني لما سعد زغلول وزملائه راحوا له علشان يعملوا او يسافروا يعرضوا قضيه مصر على باريس، فالمعتمد البريطاني قال لهم انتوا مين؟ انتوا ما بتمثلوش مصر. وهنا بداوا يفكروا بفكره ايه؟ انشاء وفد، تجميع توكيلات وانشاء وفد باسم المصريين. وفعلا، ولكن لما تم انشاء الوفد المعتمد البريطاني رفض ان هم يسافروا وقبض على سعد زغلول وزملائه ونفاهم الى مالطا. وعشان كده قامت ثورة شعبية عامة شارك فيها الطلاب والعمال والمرأة، وحققت الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين لأنهم أيضا شاركوا فيها. كان نتائج الثورة الشعبية دي الإفراج عن سعد زغلول والسفر لمؤتمر الصلح في باريس، ولكن المؤتمر خيب آمال المصريين. اتجددت الثورة وتم نفي سعد زغلول وزملائه إلى جزيرة سيشل اللي في المحيط الهندي، وقاطع المصريون البضائع الإنجليزية، وافرجوا مرة اخرى عن سعد زغلول وزملائه. وهنا طلع تصريح اسمه تصريح 28 فبراير سنة 1922. نص على ايه التصريح ده؟ نص على الاعتراف بمصر دولة مستقلة، جميل، وانتهاء الحماية البريطانية على مصر، كويس جدا، ولكن وجود اربع شروط، اربع تحفظات، اربع مشاكل سابوهن في مصر. النتائج بتاع الدستور ده، وضع دستور 1923 واجراء انتخابات وفوز حزب الوفد، وشكل سعد زغلول اول وزارة وطنية في الفترة دي. سعد زغلول وثورة 1919 اكتسب سعد زغلول اهميته في تاريخ مصر باعتباره زعيم ثورة 19. وظائف سعد زغلول قبل الثورة، كان بيعمل محرر في جريدة الوقائع المصرية، وتولى وزارة المعارف سنة 1906، وتعين وزير للحقانية سنة 1910، وانتخب في الجمعية التشريعية سنة 1913. الشخصية الثانية اللي هنتكلم عليها بعد سعد زغلول هو طلعت حرب. قدر ينشئ بنك مصر سنة 1920، هدفه من إنشاء بنك مصر هو تمويل المشروعات الوطنية وتحقيق استقلال مصر الاقتصادي. أنا لما أشرح لابني الدرس ده، القيمة اللي عاوزه يستفيدها منه انه يعرف ان المصريين دائما وابدا بيرفضوا الظلم، دائما وابدا ما عندهمش اختيار ما بين حقهم او الثوره على اللي يجي على حقهم. الثوره بالنسبه لنا مش حاجه اول مره نعملها، ده احنا عملناها كتير علشان ناخد حقوقنا، لاننا متمسكين بحقوقنا وعارفين ايضا واجباتنا. يبقى انا لما اشرح لابني الدرس ده هدفي ان بعرفه ان الثوره دي مطالبه بالحقوق. لو الدرس عجب حضرتك ياريت تعمل لايك وشير وكومنت لصفحة نذاكر على الفيسبوك.